انا عايز بس تدينا تصور كده للي حصل امبارح، وتدينا قراءه للي حصل امبارح في المباراه. المباراه كانت مباراه الذهاب، مباراه سهله على النادي الاهلي، لكن عمل حسابه واستعد بزياده للمنافس، وزي ما بنقول كده بلغه الكوره احترام المنافس كان مطلوب. ده اللي عمله بالفعل النادي الاهلي، والدليل على ده انه ما فازش فقط في هذه المباراه، لا بسكور كمان. يعني محمد ده الطبيعي اللي بيعمله النادي الاهلي في كل البطولات اللي بيشارك فيها، انه بيدي يعني كامل التقدير والاحترام لكل المنافسين، سواء بقى المنافس يعني ضعيف المستوى او قوي المستوى. فبالتالي النادي الاهلي بيتعامل مع المباريات كلها بجديه تامه، سواء بقى بتتكلم في دور ال 32 او بتتكلم في دور المجموعات او المراحل النهائيه. وده اللي حصل، النادي الاهلي بتفوق بثلاثيه نظيفه في يعني مباراه الذهاب اللي اتلعبت ايضا في القاهره. في مباراه العوده الاهلي برضو يعني تالق اكتر وسجل 4 اهداف، فبالتالي تاهل الى دور المجموعات بسبوعيه في شباك سانت جورجي الاثيوبي. ووجه رساله لكل منافسينه يعني في دوري الابطال، لان النادي الاهلي سيظل هو يعني رقم واحد في افريقيا، بطل البطوله السابقه، وايضا الموسم ده يستعد بقوه، عامل صفقات ثقيله، يعني جاهز، بيقول لكل الانديه ان هو جاهز من اول يوم للتتويج بالبطوله مره اخرى. يعني الناحيه الثانيه بيراميدز طبعا عمل ماتش كبير جدا امبارح عن طريق مصطفى فتحي، وسجل 4 اهداف في مباراه واحده على الجيش الرواندي، ووضع قدمه برضه في دور المجموعات. وبالتالي ان هي رساله قويه برضه لبقيه الفرق، ان هو اول مره يشارك في دوري الابطال، ولكن انه جاهز وعمل صفقات وتدعيمات. فبالتالي انه عندنا الفريقين المصريين المشاركين في دوري الابطال الاهلي وبيراميدز ظهروا بشكل مميز، وكسبوا بنتيجه مرتاحه جدا في دور ال 32، واصبحوا جاهزين لدور المجموعات. القرعه ان شاء الله يوم الجمعه هتتعمل في جوهانسبرج في جنوب افريقيا، قرعه دور المجموعات سواء دور الابطال او الكونفدراليه. والاهلي وبيراميدز بينتظروا يعني بقيه الفرق معاهم اول المجموعات، قد هم الاثنين نلاقيهم في مجموعه واحده، وقد نلاقي كل واحد في مجموعه. كلمني عن الكروهات اللي حصلت امبارح، كهرباء قفشه كهرباء قفشه، بيسلم مستلم سلم مستلم، الاجوان اللي جت امبارح كانت الامور كانت ماشيه ازاي؟ يعني خليني اقول لك انه جزء مهم جدا في كره القدم هو العامل النفسي، لما يكون اللعيبه مرتاحه نفسيا مع بعضها يقدروا يادوا بشكل كبير. يعني شفنا حتى الثلاث ماتشات اللي فاتوا كان في تالق واضح من امام عاشور، وشفنا الثنائيات كانت مع بيرسي تاو او مع غيره الماتشات اللي فاتت. لا امبارح كان في قفشه وكان في كهرباء، كل واحد فيهم يعني هدفين، وشفنا كمان هدف، لينا فتره ما بنشوفش الاهداف، ان النادي الاهلي بيسجل هدف ضربه حره مباشره. فبالتالي ان هو يعني امبارح كان يومهم كهرباء، ليه كذا ماتش ما بيسجلش، غايب بشكل كبير عن الاهداف، وكان متوتر ومتعصب جدا، ولكن هو قدر امبارح يرجع لتركيزه ويسجل ضرب جزاء ويسجل جول مميز بالراس. فبالتالي قفشه بيشارك على فترات، ولكنه امبارح يعني قفشه بيقول لكل الجمهور الاهلاوي انه لا، هو يعني هو ما زال لاعب كبير وبيصنع الفارق في اي وقت. بالتالي ان احنا بقينا نشوف الثنائيات دي مع ماتش الكرر عامل روتيشن بشكل كبير جدا في الفريق، يعني كل ماتش بنشوف انه الجانب الهجومي بيتغير مع كولر. طبيعي الاهلي بيشارك 3 4 5 يعني دوريات في نفس الوقت، ولسه عنده ضغط ماتشات بشكل كبير جدا. فبالتالي انه يجب انه كولر يعمل الروتيشن ده بين اللعيبه، خصوصا انه عنده يعني في كل مركز لاعب واثنين وثلاثه يقدر يستخدمهم زي ما هو عايز. اكيد. طيب هل نتوقع مثلا انه ممكن يكون الاهلي وبيراميدز في مجموعه واحده؟ يعني كل شيء وارد في كره القدم، يعني هي قرعه مجموعه صعبه قوي. صعبه، ولكن هتسهل عليك ان يعني هتريحك الماتشين دول بدل ما تسافر وترجع. وشفنا قبل كده، شفنا الاهلي والزمالك في مجموعات مع بعض اكثر من مره في دوري الابطال في السنوات الماضيه يعني. ولكن يعني كل شيء وارد في كره القدم، ممكن بتحسبها ان بدل ما تسافر مرتين كمان ان انا هلعب لا ماتشاتي في القاهره، هريح لعيبتي مش هتبقى مجهده من السفر، وفي النهايه انه بيصعد اول وثاني المجموعه، فبالتالي ممكن يبقى في فرصه كبيره للاهلي وبيراميدز هم يصعدوا من نفس المجموعه. هيوفر عليك في الدور يعني قبل النهائي ان ما يبقاش في مواجهه. مين فيهم يبقى اول مجموعه طيب؟ لا الاهلي طبعا، اصل دي ما فيهاش نقاش يعني.